السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا أين نشرت الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية، أشرف أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصر الشعب على مراسم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي الباكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2023. مراسم حفل التكريم حضرها كبار المسؤولين في الدولة إلى جانب ممثلين عن فعاليات الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ المتفوقين. رئيس الجمهورية استهل التكريم بالفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني ثم الناجحين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي والمتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة والأوائل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. السيد الرئيس كرم أيضا المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط والمتحصلين على الميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمية للرياضيات لهذه السنة. رئيس الجمهورية يكرم الفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في شهادة الباكالوريا والناجحين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي والمتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة والأوائل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. يتقدم التلميذ الأول وطنيا محمد الأمين بن قداش، هو الحاصل على شهادة الباكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.50 والمتمدرس بثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان، يحظى بشهادة تقدير وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ أسامة دعاشي، هو الحاصل على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 من ولاية سطيف. تتقدم التلميذة إيمان فاطمة الزهراء هلال، حصلت على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 وهي تلميذة بولاية سعيدة. يتقدم التلميذ محمد أمين شوشي، هو الحاصل على شهادة الباكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.13، متمدرس بقطاع اختصاص مديرية التربية الجزائر وسط. تتقدم التلميذة إيناس سكفالي، هي الحاصلة على شهادة الباكالوريا تخصص تقني رياضي هندسة الطرائق بمعدل 19.12 من ولاية جيجل، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم شبل الأمة عبد الواحد بوسعيد، هو الحاصل على شهادة الباكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.02 بمدرسة أشبال الأمة بوهران، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم صاحبة الهمة التلميذة آلاء منصرية، وهي الحاصلة على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 18.02 من ولاية بسكرة. رئيس الجمهورية أشرف أيضا على تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط. تتقدم التلميذة الأولى وطنيا ماريا مزوزي، هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.95، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة الوصيف حنين، التلميذة حنين مصيف تحصلت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 من ولاية الوادي، هي الثانية وطنيا. يتقدم التلميذ سامي نيت صغير، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 والمتمدرس بمديرية التربية الجزائر شرق، يحظى بهدية وميدالية
لترتيبه الثالث وطنياً، ومكافأة مالية مهداة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ آدم مقلالي، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 من ولاية الجلفة. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كرم أيضا بهذه المناسبة التلميذين المتمدرسين في ثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة الجزائر المتحصلين على الميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمية للرياضيات لهذه السنة. يكرم السيد رئيس الجمهورية شبل الأمة زياد قدرز، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.42 عن مدرسة أشبال الأمة ببجاية. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ السميع عبد الوهاب مقازي، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 12.04 عن مديرية التربية الجزائر وسط. يتواصل التكريم لتكريم متوجين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023. يتقدم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش، شمس الدين عبد العالي دراش تلميذ في الثانية الثانوي بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ يوسف كنان، يوسف كنان توج بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023 من ثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، وقد تحصل أيضا على شهادة الباكالوريا بمعدل 18.21. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية أخذ بعد ذلك صورة تذكارية مع المتفوقين الأوائل المكرمين. في سنة 2023 هنيئا لكل المكرمين وحظ سعيد في الدراسات العليا. بتكليف من رئيس الجمهورية قام أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرادة ببلدية القصر بولاية بجاية بتقديم واجب العزاء لإحدى عشر عائلة فقدت ذويها جراء الحرائق الأخيرة. مراد الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أكد وقوف الدولة إلى جانب أبنائها لتجاوز هذه الأوقات وتعويض كافة المتضررين. المتابعة لنادية علمي. الدولة واقفة إلى جانب أبنائها في مثل هذه الأوقات الصعبة وتلتزم بتعويض كافة المتضررين من حرائق الغابات، هذا ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وهو يقدم واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق هنا بولاية بجاية. كانش واحد ما نزوروش العائلة تاعو، رئيس الجمهورية يلزمنا أن نذهب إلى كل بيت عزاء وأن نقدم لهم تعازي لأنه يؤمن بالجزائر حيثما يوجد، خذ على عاتقه أن الجزائري
أينما كان وكيف ما يعيش والمحن التي يعيشها إلا ويكون معه وإلا الدولة تكون معه. وزير الداخلية أشاد بجهود أعوان الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح في احتواء هذه الحرائق الضخمة وحي الهبة التضامنية للمواطنين. بدورها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وهي تقدم واجب العزاء جددت دعم ومرافقة وتضامن الدولة مع العائلات المتضررة من الحرائق الأخيرة. أنا نعزي كل يعني عائلات الضحايا والشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين، وإن شاء الله تكون آخر أحزان وطننا العزيز. الشيء اللي لاحظته يعني وش اللي يطمئننا هي الهبة التضامنية. الله يرحم ربي شهدائنا وهذا يصبر ربي مولانا الإنسان، وبارك الله فيكم وفي صنيع الدولة الجزائرية التي قلنا تقف دائما مع أبنائها في مثل هذه الأزمات. بالمناسبة وزعت إعانات تضامنية رمزية على العائلات المتضررة من الحرائق ببجاية، فيما سيتم تعويض الفلاحين ومربي المواشي وكل المتضررين عن الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق فور استكمال عملية الإحصاء. في موضوع آخر، وفق نظرة استشرافية بأبعاد ازدواجية، إجراءات لاستقطاب الجالية الوطنية بالخارج وجعل الجزائر بوابة التنمية الإفريقية ومحورا يصل القارة بمختلف دول العالم. الخط الجوي الجديد الرابط بين العاصمة الجزائرية ومدينة سانت بيترسبرغ يعد جزءا من برنامج توسيع الشبكة الجوية وتعزيز التواجد الدولي. المزيد مع فاطمة الزهراء بن فرج الله. نعلم حضرتكم أنها أول رحلة مباشرة تربط بين المطار الجزائر هو لكمدين ومطار سان بيترسبرغ روسيا. شكرا. الخط الجوي المباشر الجزائر سان بيترسبرغ مكسب حيوي تدعمت به شبكة النقل الجوي للخطوط الجوية الجزائرية لوجهات جديدة، لتصبح بذلك الجزائر محور عبور للعمق الإفريقي. ساعدتنا بلك من عناء مشقة السفر باش ما نروحوش العاصمة موسكو، نعاونو نمشيو لسان بيترسبرغ، دونك ساعدتنا بيان من ناحية التكلفة، الذهاب والإياب كانت متناول الجميع. يقرب روسيا ويقرب هذه المدن الروسية من روسيا الفيدرالية إلى الجزائر كبلاتفورما لتواصل إلى إفريقيا. راح يخفف يعني الضغط ويسهل يعني ينقص حتى من المدة تاع وصول، سواء الطلبة الجامعيين، فيه كثير من الطلبة في روسيا وخاصة في سان بيتر. افتتاح هذا الخط من وإلى مطار سانت بيترسبرغ بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، رحلة يوم الاثنين ورحلة يوم الأربعاء ورحلة يوم السبت، في انتظار فتح خطوط أخرى في جميع أنحاء العالم في قارة إفريقيا وأوروبا وآسيا. الجزائر سان بيترسبرغ خط جوي واعد له أبعاد اقتصادية من خلال تسهيل تنقل المستثمرين، بالإضافة إلى إنعاش القطاع السياحي، ومع اختزال المسافات تتعزز العلاقات الجزائرية الروسية في مختلف المجالات. في كثير من رجال الأعمال وعانيوا باش يوصلوا إلى الجزائر، الآن نعطيهم المجال باش يكون ممكن يمشيوا للجزائر للاستثمار والعلاقات الاقتصادية، أيضا باش ندافعوا على السياحة الجزائرية. هي فرصة ثمينة لتطوير العلاقات الروسية الجزائرية، مما سيسمح للمسافرين الروس بزيارة الجزائر والعبور نحو إفريقيا ودول أخرى وفتح آفاق جديدة. افتتاح الخط الجوي المباشر الجزائر سان بيترسبرغ هو مكسب حيوي لتوطيد العلاقات الجزائرية الروسية بكل أبعادها. مفادة التلفزيون الجزائري بن فرج الله، فاطمة الزهراء، سان بيترسبرغ، روسيا.
أمنيا جهود جبارة تقوم بها المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع كافة المصالح الأمنية لحماية المواطن من كافة أشكال الإجرام، واستنادا على عمل استعلاماتي عالي المستوى دام أكثر من 3 أشهر، أحبطت المصلحة والمركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بحر هذا الأسبوع، أحبطت واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات الصلبة في تاريخ الجزائر، حيث حاجزت أزيد من 79 كيلوغراما من مادة الكوكايين وتوقيف 16 شخصا مشتبها فيهم ينحدرون من الجزائر العاصمة والبلاد. المكنى الحاج أوس قابوج والهارب بفرنسا والذي لم يؤمن بقضية الرجال فلدغ من الجحر مرتين في مدة 4 أشهر فقط، أين أطاح عناصر ذات المصلحة بشبكته التي شكلها شهر مارس الماضي وحجزت أكثر من 1,200,000 قرص من المؤثرات العقلية. التحريات التي باشرها عناصر الأسيلتيس مكنت من تحديد عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، بداية بالعنصر الذي اختير لنقل هذه الشحنة من تمنراس إلى الجزائر العاصمة والبالغ من العمر 60 سنة، فئة عمرية يستغلها المكنس قابوج كحيلة في مخططاته الإجرامية للتمويه وإبعاد الشبهة. هذا السائق الستيني كانت عيون عناصر ذات المصلحة ترصده على مدار الساعة ليتم توقيفه بتاريخ 23 جويلية 2023 بمدينة بريان بغردايا على متن مركبة رباعية الدفع، وبعد التفتيش الدقيق عثر بداخلها على 65 صفيحة حملت أكثر من 73 كيلوغراما من الكوكايين تم إخفاؤها بإحكام على مستوى مخبأ سري استحدث بالصندوق الخلفي للمركبة. توقيف السائق الستيني كان إعازة لبدء حملة تطهير للقبض على بقية أفراد المجموعة الإجرامية واقتحام أوكارهم التي تحصنوا بها في كل من الجزائر والبليدة، والذين تمثلت مهمتهم أساسا في توزيع وترويج هذه السموم. كما أسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم عن ضبط كمية أخرى من مادة الكوكايين يقدر وزنها بـ5 كيلوغرام و680 غرام ومبلغ مالي قدره بـ2,176,000,000 سنتيم، لتسقط شبكة زقابوج مرة أخرى وتحجز حمولة الكوكايين التي بلغت قيمتها المالية 430,000,000 سنتيم التي كانت موجهة لتسميم شباب الجزائر، لتأتي هذه العملية بعد 24 ساعة من العملية التي مكنت مصالح الأمن الوطني من ضبط 35 كيلوغراما من الكوكايين على متن باخرة أجنبية بميناء الجزائر. رياضة الآن، حيث يخوض اليوم فريق شباب بلوزداد ثاني مباراة له في البطولة العربية للأندية الجارية بالمملكة العربية السعودية أمام فريق الوحدة الإماراتية بداية من الساعة 2 ظهرا بتوقيت الجزائر على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها، فالتوفيق لممثل الجزائر في هذه المنافسة. نهاية النشرة، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم.